هيك بقى ما تكرموا بالاساس يعني هن الامور كلها جاهزه. كان احنا هلا بمحور الشرقي لمدينة الباب. معركتنا الان باتجاه الجنوب لمحاصرة الباب بالكامل. الشيء اللي عم بيأخرنا هلا بالتقدم لمدينة الباب هو وجود كثرة المدنيين بالباب. وداعش عم يستخدم المدنيين دروع بشرية. فنحن عم نحاول نتقدم ولو ببطء لضمان سلامة الأهالي لأنه هن أهلنا. ونحن بننصح الأهالي هلا إنه في مدن في طرق عم نأمنها نحن آمنة للخروج من مدينة الباب والباقي علينا إن شاء الله. وسوف ندفع انفسنا فداء لهذه الارض وهذا الدين. يا سمعان اخيو يلا بدك بسم الله الرحمن الرحيم. نحن فيلق الشام. نحن هون هلا ان شاء الله على مشارف الباب وان شاء الله عندنا معارك يوميا مستمره وعم نلاقي مقاومه عنيفه جدا من داعش من مفخخات وان كان صواريخ حرارية. في مقاومة عنيفة جدا يعني تقريبا الباب شبه محاصرة من 3 محاور تقريبا. الحمد لله رب العالمين مستمرين في العمل لما بعد الباب بإذن الله.